هذه الأحكام صادرة من القضاء، وزارة العدل ليست هي طرف. معاناة هاي بالسجون. خلينا نتكلم على الأمانات. نعم الأمانات فيها مشاكل وفيها شبهة فساد. الآن الوزارة توجهت بتشكيل لجنة باستخدام الماستر كارد، تأتي هذه الحوادث حتى نسيطر عليها. يعني صراحة لا توجد سيطرة عليها. موظفين ولجان، احنا لدى وزارة العدل فقط في دائرة الإصلاح 21 ألف حارس وموظف، لا نستطيع أن نضمن بأن جميع هؤلاء نزيهين، نحن لا ننزههم، هذه نقطة مهمة. لكن نقطة ضرورة أن نستخدم الأساليب والتقنيات الحديثة، وهذا توجه الوزارة الآن والسيد الوزير، هي الأتمتة. فيما يخص الأمانات الآن مشروع، وبدأت التباحث مع المصرف تحديدا الرافدين أو الرشيد من خلال إصدار يعني الماستر كارد. كنت ساجنه وتاخذ منه 300 ألف يعني بالشهر، واهله ما عنده، ما عندهم ياكلون، تقول لك الناس تصدق علي. اريد اتحدث نقطه مهمه جدا، احنا ليش هذا الاكتظاظ بالسجون؟ اذا انت ما تقدر تبني لي سجون حتى تضع السجناء، ليش ابقيهم؟ ليش ابقيهم؟ لا لا، مثلا نقطه مهمه جدا، سهل اجراءات الافراج. ثاني نقطه عندك، تقدر انت انه تخليهم نص المده، ونص المده الانسان الجيد داخل السجن يطلع. ثالث مده تقدر تنطيهم، يعني ثالث شيء تقدر تنطيهم انه ينحبس ببيته. انت تعرف سيد كامل في النظم العالميه للسجون انه الشخص اذا ما عنده جريمه كلش كبيره، جريمه قتل او ارهاب، يخلوه مسجون ببيته، يحطوا له حديداية برجله سلسلة ويبقى مسجون ببيته. صح له لا؟ يعني لا بس صح له لا هاي؟ هاي صحيح، بس انت تجيبين التجارب. لو احنا جايين نتكلم على أخطر المجرمين لدينا، لا نحن ما نتكلم على أخطر. لا تحسون دور وزارة العدل، رجاء عن الأحكام بسيطة يعني، مو نحكي على أخطر. لا تحسون دور وزارة العدل، وزارة العدل تقوم بمهمة حماية المجتمع. احنا اليوم لدينا أكثر من 25 ألف إرهابي من أخطر قادة القاعدة وداعش. اسمحي لي ياسر، يعني هسه أنا ما أعرف شنو قضيته، قد يكون متهم بالإرهاب لأنه تحديدا يعني في التالي. أنا حكيت وياها، لو متهم بالإرهاب نحن هذه القضية. اسمحي لي، هذه القضية أنا لا أتدخل بها، هذه قرارات قضائية. دعونا أن نحدد، نتحدث عن السجون. اسمحي لي يا سيدتي الكريمة، أنا قلت بأن لدينا أكثر من 50 ألف وقد يصل إلى 55 ألف، أكثر من نصف هذا العدد متهمين بالإرهاب، والنصف ولدينا 10,000 الآن أو 9,700 مخدرات، وهذه آفة جديدة. وزارة العدل عليها ضغط مستمر، نحن الآن علينا أن نستقبل، وهذه مسؤولية، أكثر من 5,000 داعشي من سجون قسد. المسؤولية كبيرة والتحدي كبير. أنا اسمحي لي بس دعيني أوصل فكرتي يعني. ست هيفاء رجاء نعطيني المجال. بالتالي إحنا أمام مسؤولية كبيرة، لم يتم بناء أي سجن منذ عام 2003 إلى الآن، باستثناء سجن أبو غرب وسجن الناصرية اللي بنته القوات الأمريكية. الآن توجه الوزارة فك عملية الاكتظاظ. لا يمكن أن أقدم برامج إصلاحية وتأهيل وتدريب وأكافح الأمراض إذا كانت الطاقة الاستيعابية مثل سجن حوتة 300%، ونحن نعترف. فبالتالي من الصعب، الأمراض الجلدية تزداد. ما هو أمام وزارة العدل؟ وزارة العدل تحركت بثلاث اتجاهات لتخفيف الاكتظاظ، وبالمناسبة يعني عملية الإفراج والتخلية أضعافها عملية الدخول اليومي. الآن اتجهت ثلاث اتجاهات. الاتجاهات السريعة الأجل، وهو ضمن الحدود السجنية وحدود السجن، هو زيادة الطاقة الاستيعابية وبناء قاعات وتحوير بعض الأماكن والقاعات اللي قد يكون للتدريب أو غيرها، لأن نريد نهيئ مكان للمنام. الاتجاه الثاني، لدينا عدد من السجون فيها مشاكل وفساد في عملية تنفيذها ومتوقفة، مثلا سجن بابل تم حله. الآن لدينا سجن في خان بني سعد، لدينا سجن في النجف، لدينا سجون نسبة الإنجاز 80 و70%، الآن تم إدراجها في المشروع الاستثماري وسيتم إكماله. ولدينا الخطة البعيدة المدى، وهي بناء مدن إصلاحية، هذه تحتاج من 5 إلى 6 سنوات. أيوة استملاك أراضي. الموضوع ليس بهذه البساطة. علينا أن ندرك بأن أمام وزارة العدل مسؤولية كبيرة هي حماية المجتمع. نحن لا ننزه 21 ألف شخص. لا ننزه. أنا أريد أن أجاوب.